مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، مجموعة من الموضوعات الحوارية المتنوعة في حلقة اليوم. يمكن يغلب عليها الجانب التثقيفي أكثر في مجموعة من الموضوعات التي تتماس مع حياة كثير من الناس. من أوائل هذه الموضوعات اللي كثير من الأشخاص يسمع عنها، يتكلم عنها، يقرأ عنها في مواقع التواصل، في الصحافة، في الإعلام كثير، مضادات الأكسدة. ويمكن المصطلح هذا يمر بشكل كبير جدا مع الناس المهتمين بالغذاء والتغذية، لكن إيش المقصود بمضادات الأكسدة؟ كيف يتم التعرف عليها من عدمها؟ هل عدم استخدامها تماما مضر ولا مفيد؟ الإكثار من استخدامها إلى إيش ممكن يؤدي؟ كثير من الحوار التثقيفي التوعوي الصحي الطبي المهم في هذا الموضوع سنعرفه في هذه الفقرة مع ضيفة الكريمة التي تنضم إلي هنا في الاستوديو، أخصائية التغذية الأستاذة وسام باكير. أستاذة وسام مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. العفو، شكرا لك. أول شيء خلينا نعرف الناس وش نقصد بمضادات الأكسدة. أنتم كمختصين تعرفونها بس عامة الجمهور يمكن ما هي وحاضر عندهم. صحيح، هي مركبات تكون موجودة في الغذاء بشكل عام أو ينتجها الجسم، زي مثلا عندك الفيتامين سي الموجود في الأغذية، أو المركبات اللي هي زي مثلا فيتامين إي و أي، فهذه موجودة أصلا في المنتجات أو الأغذية النباتية أو بعض الأحيان ينتجها الجسم. جميل، طيب كيف الواحد يعرفها؟ يعني أنتم كمختصين تعرفون اليوم الناس غير المختصين لما يتعامل مع الأغذية إجمالا، كيف يعرف أنه هذا الغذاء فيه مضادات أكسدة أو لا؟ تمام، عموما هي تكون موجودة في الأغذية النباتية ومن ضمنها الفواكه والخضروات. حلو، فبالتالي هي مثلا على هيئة فيتامين سي تكون موجودة، أو بعض الأحيان لما تشوف الفواكه والخضروات الملونة زي مثلا التوت، زي عندك الفلفل الرومي بجميع أنواعه، فيتامين بي اللي يكون موجود حتى فيه الحبوب الكاملة زي مثلا البرغل أو الجريش أو اللي يكون أو القمح الكامل، فعادة يكون موجود في هذه الأغذية النباتية والفواكه والخضروات. أهميتها طبعا حماية الجسم من الجذور الحرة اللي عادة تتسبب بأمراض السرطان والمشاكل، أمراض القلب وما إلى ذلك. طيب إحنا نقول مضادات الأكسدة، الأكسدة نفسها يعني إيش؟ الأكسدة يعني تحول أو يعني خلل في الخلايا تتأكسد، فبالتالي تصير جذور حرة، تصير خلايا مسرطنة، فبالتالي هي تحافظ أو تقلل من هذه الجذور، لأنه كل جسم فيه جذور حرة، جذور حرة اللي هي خلايا تتحول إلى سرطانية في كل جسم في عند كل إنسان، فهي بالتالي تقلل من شغلها يعني في الجسم. جميل، طيب كيف طريقة استخدامها أو الطريقة المتوازنة في استخدام هذه التغذية حتى الواحد يقدر يقيس أو يعرف؟ تمام، الغذاء المتنوع اللي يحتوي في يعني في اليوم أنت لازم يكون عندك حصص من كل نوع من أنواع الغذاء، سواء الحليب، سواء الدهون الصحية اللي موجودة على هيئة مثلا مكسرات أو الفواكه والخضروات، لازم كل في يومك الواحد تقريبا الحليب عندك من حصة إلى 3 حصص في اليوم، الفواكه والخضروات أكثر، المفروض تكون من 5 إلى 6 حصص في اليوم ما بين مطبوخ وما بين فريش. عندك كمان الدهون الصحية اللي لازم تكون موجودة على هيئة مكسرات، المكسرات اللي تكون على هيئة مثلا اللي هي عين الجمل أو الجوز، اللوز، هذه كلها تكون موجودة فيها مضادات أكسدة. نعم، لا بس أنا بوقفك عند نقطة، لما تقولي من 5 إلى 6 حصص الفواكه والخضروات، شو المقصود بحصص؟ حصص يعني مثلا الكمية، عندك مثلا كوب من الخضار الخضروات المطبوخة، هذه مثلا تكون مسلوقة أو مثلا متشوحة، تشوحة عادي، أو مثلا تكون مثلا السلطات، أنت مفروض أنك تاخذ على وجبة الغداء مثلا صحن سلطة، لا يمنع أنك تكثر من السلطة تكون مفتوحة عادي، تكون بس من 5 إلى 6 مرات ما تشوف أنها كثير، وحتى صعب هي داخلة في نظامك الحفاظ عليها يعني مثلا، وحتى نظامك الغذائي أستاذة وسام، يعني ما حد بيأكل 6 وجبات يوميا كثير يعني. هنا ندخل عاد في موضوع المضادات الأكسدة الصناعية، أنت مفروض عادة أن يكون بما أنه أصلا الحياة سريعة ويمكن 3/4 الوجبات إحنا ما نقدر نستوفيها، طيب. فبالتالي هنا ندخل مضادات الأكسدة بشكل مش يعني مبالغ فيه،
أيوة. بشكل يكون أنه مثلا تسد النقص. أنت مثلا مو قاعد تأخذ سلطات طول يومك، مثلا ثلاث أنواع سلطات، مثلا الصبح مثلا مو لازم تأخذ صحن سلطة، أنك مثلا تقطع شرايح خيار، هذه تعتبر حصة. طيب. وقت الغداء عندك ما بين مطبوخ الخضروات بحجم كوب في اليوم، هذه على الغداء، وسلطة طبق سلطة يكون قبل بداية الأكل. فبالتالي هنا تدخل الحصص، يعني هنا تتوزع الحصص. طيب دكتورة، يعني هيجي واحد من اللي جالس يتابع هذا اللقاء يقول الحين أنا كل يوم أهتم بحساب كم أخذ من مضادات الأكسدة، ولا بحساب كم أخذ من السعرات الحرارية، ولا بحساب كم أخذ من بعض الناس اللي عندهم أمراض. صحيح. يعني ما في خلطة غذائية أو نظام غذائي من غير هذه الحسبة كلها بتنوع ويعطيك هذه الفوائد مرة واحدة وخلاص؟ هي التنوع أفضل شيء. يعني أنت مثلا الصباح أخذت توست في لبنة. أيوة. في شرائح مثلا أي نوع من أنواع الخضار اللي هي مثلا فرضا خيار، طماطم. كذا أنت استوفيت، أخذت لك مثلا حصة مثلا تمر، تمرتين ثلاثة. هذه تعتبر حصة. قطعة فاكهة تعتبر حصة. فبالتالي أنت كذا وزعت الحصص خلال يومك. يعني هي ما هي أنه لازم تمسك ورقة وقلم وتحسب بالسعرات، لأنه أصلا الفواكه والخضروات لما ندخلها كحصة هي قليلة بالسعرات الحرارية، فلا يمنع الإكثار منها. يعني كذا بمثال مباشر، أنت لو أخذت تفاحة هذه حصة بالضبط. أنت تحسبونها في التغذية كأنها وجبة. صحيح صحيح. ثلاث حبات تمر يعني مثلا مع القهوة، هذه تعتبر حصة. فأنت تقدر توزع زي ما يقولون الحصص بطريقة سلسة، لأنه الخضروات والفواكه عادة تكون سعراتها الحرارية قليلة جدا، مو لازم تحسب. طيب دكتورة، الأغذية الشعبية اللي موجودة عندنا المستخدمة بشكل شبه يومي، أتكلم على الرز، على يعني الأشياء الأخرى، الدجاج، اللحوم. صح. هذه تحتوي على مضادات أكسدة ولا لا؟ أكيد كل شيء في الحياة فيه، وخاصة الأشياء النباتات زي ما قلت لك. أيه. القمح، الفول الصويا، عندك الحمص، عندك السبانخ. الرز تحديدا، الرز أكيد يحتوي. أيه. طبعا الرز الكامل اللي يجي بالرز الأسمر أو الرز الحساوي، في احنا عندنا اشياء الجريش، الهريس، كلها هذه اشياء فيها تحتوي على فيتامينات ومضادات اكسده، زي مثلا فيتامينات باء الكامله. أيه. الف عفوا باء واحد او اثنين او ثلاثه او سبعه او خمسه. أيه. كلها هذه متنوعه ومتوزعه بشكل يعني متوازن ما بين كل الأكل. إيه؟ فبالتالي أنت تقدر تحصل على كل الفيتامينات ومضادات الأكسدة من الغذاء. ممتاز. تسمحي لي أخذ فاصل ونكمل؟ أكيد. فاصل ومكملين معكم ومع الأستاذة وسام بكير. حياكم الله مجددا في أهلا. الحديث ما زال مستمرا مع الأستاذة وسام بكير، أخصائية التغذية، والحديث عن مضادات الأكسدة. اليوم أستاذة وسام، أرحب فيك مجددا أولا، اليوم مع ممارسة الرياضة، مع نوم جيد، مع كل الأشياء المتبعة من أجل جسم صحي، هل هذه الأشياء لها علاقة أيضا بفكرة تفاعل أغذية مضادات الأكسدة ولا لا؟ هذا شيء مختلف وذا مختلف؟ أكيد لما يكون في حركة متوازنة. أنا ما أقول لك أنه 24 ساعة احنا ماسكين الجيم والرياضة وكذا، لكن لما يكون في حركة وفي يكون في نوم جيد وتغذية جيدة قدر الإمكان، فبالتالي أنت راح تحافظ قدر الإمكان على تواجد أو توازن المضادات الأكسدة في الجسم. يعني غذائك المتنوع بحيث أنك تشكل ما بين نشويات، خضار، دهون صحية، كلها هذا راح يحافظ نوعا ما على المضادات الأكسدة اللي لازم يحتوي عليها جسمك. طيب مفردة الدهون الصحية تكررت معنا مرتين. صحيح. خلينا نعطي أمثلة للناس، وش المأكولات اللي فيها دهون صحية يحتاجها الجسم، مثل الأفوكادو. أيها. عندك السمك، سمك خاصة اللي يكون دهني زي مثلا السالمون موجودة فيه. في عندك كمان المكسرات، النية طبعا، احنا ما نتكلم عن الأشياء اللي فيها ملح أو بهارات. أي. أو عادة مثلا تكون زي عين الجمل، عندك مثلا اللوز، الكاجو.
ففي لكن تختلف طبعا كميتها من نوع مكسرات الى نوع اخر. جميل. طيب قبل شوي ايضا في حديثك قبل الفاصل قلتي مصطلح مثير شوي، قلتي انه ممكن يلجا الى مضادات الاكسده الصناعيه. صحيح. وش الصناعيه؟ الصناعيه اللي هي الكيميائيه او المصنعه اللي تكون على شكل حبوب اللي مثلا اللي نتناولها مكملات غذائيه. فعاده مثلا زي عندك الزنك، النحاس، هذه تكون بعض الاحيان على شكل تابلت، او البيوتين، فيتامين بي بانواعه، بي 12، هذه كلها صناعيه، فتكون هي نسد النقص اللي يحصل. مثلا انت فوتت وجبه وجبتين في اليوم على حسب انشغالك في الحياه، فبالتالي انت محتاج شيء مكمل. طبعا انا ما انصح انك انت تستخدمه من راسك، انت مفروض انك تلجا الى تحاليل ومختبرات واستشاره الطبيب اكيد. هذا اللي كنت بسالك اياه، اليوم الواحد يقدر يحسب مثلا سعراته الحراريه؟ صحيح. هل يقدر يحسب حاجته من مضادات الاكسده؟ هو اذا حسابيا إذا استوفى، إحنا خلينا نكون صريحين، إذا استوفى مثلا وجباته أو سعرات الحرارية كاملة ونوع في أكله، فهو على الأغلب ما يحتاج مكملات يعني غذائية ومضادات أكسدة صناعية. جميل. هذه المكملات هذه موال الحال، يعني يبغى لنا مره نفتح الموضوع. طيب اليوم دكتوره استاذه وسام عفوا، الناس اللي عندهم حساسيه من نوع معين من الاكل قد يكون مهم لمضادات الاكسده، بس هم عندهم حساسيه صحيه منه ما يقدروا يستخدموه، زي الفراوله مثلا، في بدائل متوفره بشكل جيد؟ في مثلا اذا طبعا موجود في البيض، فاحنا لازم نشوف المواد المسببه للحساسيه زي البيض، زي الفواكه، التوت ومشتقاته، فبالتالي هذه تسبب حساسيه. فاذا حصل وكان في حساسيه ممكن نلجا باستشاره الطبيب طبعا الى مضادات الاكسده الصناعيه. شوفي انا اشكرك على فكره استشاره الطبيب انك تكررينها، ليش؟ لانه بصراحه احنا جالسين نشوف في مواقع التواصل اليوم كل واحد يفتي ترويج. كل واحد يفتي على كيفه يعني. انت من خلال متابعتك بصراحه للخلطات، الاشياء اللي تصير، النصائح الطبيه اللي في مواقع التواصل، صحيح الاكثريه منها صحيحه ولا يعني انا اسف على التعبير كاذبه ومختلقه؟ في اشياء اجتهاد شخصي صراحة. لا شوفي اعطيني إجابة، الأكثرية وين؟ الأغلبية اللي جالسة تشوفينه وانت اللي تقرينه؟ شوف أنا يمكن حريصة على هذا الموضوع انه ما يتم بدون استشارة الطبيب، فأنا لي عتب صراحة او عندي عتب على بعض الناس اللي يطلعون مؤثرين في السوشيال ميديا او وسائل التواصل، انه تيجي تفتي لك انه خذ هذا يرفع لك مدري ايش، يحسن الشعر، بس بعض الأحيان انت ما تقدرين توصفين يا مؤثرة لأي أحد عادي. قد أنا يكون عندي مشاكل صحية، أو مثلا قد يكون عندي مشكلة أنا ما أقدر أني أخذ تعممين كل الوصفة على كل الناس، واللي يناسبك ما يناسب غيرك. بالضبط. يعني مفروض أنه هذا الكلام مين اللي يقوله اليوم لو نبغى ننظم مواقع التواصل؟ لا، لو نبغى ننظم مواقع التواصل، في أحد بيطلع على مواقع التواصل ويقول للناس استخدموا كيت وكيت، هذا مضاد أكسدة جيد، هذا صحيح، دهون صحية جيدة، مين اللي مفروض يطلع؟ مين الشخص؟ إيش تخصصه؟ أول شيء لازم يكون إما طبيب أو استشاري أو أخصائي فاهم في المجال. يعني مثلا أخصائيين التغذية هم عارفين أوريدي إيش الأشياء اللي فيها مضادات، هم ينصحون كالأشياء المضادات الطبيعية اللي هي مضادات الأكسدة والفيتامينات الطبيعية الموجودة في الغذاء. أنا أجي أقول لك والله يا أستاذ مفرح لازم أنت تأخذ وجباتك كلها، كذا أنت استوفيت مضادات الأكسدة والفيتامينات، ما يحتاج أنك تضيف أشياء ثانية. لكن لو كان عندك نقص حاد، يعني أقول لك أرجع مثلا لأخصائي مثلا الباطنية أو الطبيب العام، هو اللي يوجهك على مين تروح. نعم. شوفي أحيانا لما أحد يشوف تجربة شخصية قدامه مغري كثير أنه على الأقل يجرب، هذا خطر وخطأ بالنسبة للمتلقين للناس؟ إذا كان الموضوع طبيعي من مصادر طبيعية ما في خطر، حتى لو ما كان يناسب. شوف ما كان يناسب ممكن بالحساسية فقط، أما كأشياء طبيعية ربي خالقها هي موجودة متوفرة للجميع. لا، اليوم أنا أبغى رسالة منك للمتابعين اللي يتابعون المؤثرين المؤثرات وغيرهم اللي ممكن يعطونهم هذه الأشياء وهم مو متخصصين. لا، أنا أفضل باستشارة ناس مختصين يخص هذا المجال، إما من طبيب أو من أخصائي. طيب أخيرا اللي جالس يسمع الحلقة اليوم وحاب أنه يستزيد عن هذا الموضوع، وين ممكن يقرأ عنه؟ وين ممكن يسمع عنه؟ إيش المصادر اللي ممكن يلجأ لها وفعلا يفهم إيش مضادات الأكسدة ويتثقف فيها؟ تمام. إذا ممكن نتكلم عن أول شيء طبعا وزارة الصحة مشكورة
أكيد هي اللي موفرة كثير أشياء ومتكلمة عن جميع المجالات، سواء للحامل سواء للمرضى سواء للإنسان العادي، موفرة كثير معلومات، ثقافة عامة يعني في جميع المجالات. فحلو أنه الواحد يرجع، وحتى في استشارات ممكن الواحد يستشير. الحين توفرت جميع الوسائل التواصل اللي تقدر تتواصل فيها مع وزارة الصحة، توفر لك كل المعلومات على الأقل. معلش أنا كل شوي أقول لك سؤال أخير، اعتبريه بعد الأخير. اليوم أنت من خلال تجربتك في هذا المجال وكل هذا الوقت والسنوات، هل تلاحظين ارتفاع جيد في وعي الناس والجمهور إجمالا تجاه هذه الأمور، ولا الوعي صار أقل، ولا ما زلنا نحتاج الكثير؟ وش بالضبط؟ هو تحسن عن أول، أيوة، لكن ما زلنا نحتاج. يعني صراحة أولها أنا يعني لما أدخل مثلا أقرب صيدلية يجيك لك عندك هذا الفيتامين وعندك هذا الأوميجا 3 وعندك وكذا، أنا كمختصة أنا أسكت أسمع إيش اللغط اللي صار فيه تسويق أكثر من مجرد الصحة. فعلا هل أنا أحتاج ولا لا؟ التسويق طغى على الحاجة الصحية، صحيح، والمبيعات، تسويق والمبيعات طغت على الحاجة الصحية. والله هذا موضوع خطير جدا. شكرا لك أستاذة وسام، شكرا لحضورك معنا، ونشوفك في لقاءات قادمة إن شاء الله. التسويق طغى على الحاجة الصحية، هذا أمر يعني له علاقة أكثر بالذمة والضمير من 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 المبيعات، فيجب أن الكل بصراحة ينتبه له ويراعي ذمة وضميره في هذه الموضوعات اللي تتماس بشكل مباشر مع حياة الناس. بنروح إلى فاصل، وبعد الفاصل بناخذكم في جولة قانونية مع الأستاذ عبد الكريم الشمري. حياكم الله مجددا في أهلا. من الثقافة الصحية إلى الثقافة القانونية، نسمع كثير ونقرأ في كل مكان، وبالذات مع القضايا الكبرى اللي يصير فيها كثير من الأحكام على فكرة الطعن، على فكرة الاعتراض، وضيفوا لها فكرة الاستئناف، وإن كانت يعني الفكرة يمكن معروفة أكثر عند الجمهور. لكن متى يحق للشخص أن يقدم، أن يطعن في الحكم؟ متى يحق له أن يقدم اعتراض؟ ولمين يقدمه؟ وإيش الآلية والطريقة القانونية لتقديمه؟ وماذا يترتب عليه في حال صحته أو عدم صحته؟ كثير من الأسئلة القانونية اللي يعرفها المختصون ولكن لا يعرفها عامة الجمهور إجمالا، ونريد أن نقدم من خلال هذه الفقرة ثقافة قانونية أتمنى أن تصل بشكل مفيد إلى كل من يتابع هذه الحلقة. ضيفي هنا في الاستوديو المحامي الأستاذ عبد الكريم الشمري، مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. العفو، الله يسعدك. مباشرة اليوم، وش نقصد بطعن واعتراض؟ إيش الفرق بينها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو لا مشاحة في الاصطلاحات، ولكن قد تأتي أحيانا بعض الاستعمالات إما بسبب دراسة كتب القانون، دراسة الجامعات، المقررات، اختلاط الثقافات أحيانا. ولكن هناك اصطلاحات المنظم لدينا دقيق في مصطلحاته، بحكم أنه يعني ولله الحمد نتميز بأنه أنظمتنا ودساتيرنا غالبا مستمدة بالكتاب والسنة إلى آخره، وبعض الألفاظ لا تستخدم كثيرا أو لا تستخدم تماما. يعني مثلا لفظ الطعن هو متعارف عليه، ولكنه لا يوجد في تنظيماتنا لفظ طعن، خصوصا الأنظمة الأساسية. لحظة، الحين في التشريع السعودي القانوني لا يوجد طعن؟ لا يوجد لفظ طعن. طيب اللي نقراه ونشوفه ونلاحظه وش هو اللفظ؟ لا معليش، حتى من مختصين يكتبون في تويتر، يكتب لأنه متأثر بالقوانين المقارنة الأخرى. طيب إيش اسمه عندنا؟ إيش اسمه عندنا؟ اعتراض فقط. نعم، الاعتراض هو نفس فكرة الطعن. نعم، يعني هو اليوم إذا في شخص قانوني عبر بمصطلح الطعن، نعم، هو يقصد الاعتراض اللي نعم منصوص عليه في النظام السعودي. نعم. طيب وشو الاعتراض؟ الاعتراض طبعا يختلف الموضوع، يعني كبير جدا، ولكن ممكن احنا نشير إلى بعض النقاط الرئيسية. أولا، ما هي الأحكام والقرارات التي تعترض عليها؟ عشان أنت الآن تريد مصطلح استخدام الاعتراض. طيب، هل كل الأحكام والقرارات أقدر أعترض عليها؟ لا، مو كلها، هناك استثناءات. الأمر الثاني، لا وشي الاستثناءات قبل ما في مشكلة عادي، بس أنا بتكلم عن رؤوس الأقلام. طيب، الآن تفضل. ما الذي ينظر في الاعتراض؟ كيف ينظر؟ مرافعة أو تدقيق؟ ما تشتمل عليه لائحة الاعتراض؟
الأمور الشكلية والإجرائية لكي تقبل، لأنه ممكن أتفاجأ بأنه اعتراضي سواء بالاستئناف أو في مرحلة النقض أن يرفض، ما ينظر أبدا. أيضا وش الحقوق الأخرى مع الاعتراض؟ ما يسمى الاستئناف الفرعي نصت عليه اللائحة التنفيذية الجديدة. المدد، كم لي الحق أني أعترض؟ هل 10 أيام أم 30 يوم؟ أحكام وزارة العدل اللي هو القضاء العام سواء الحقوقية والجزائية والعمالية أو الحوائج الشخصية، الأحكام التجارية، عندنا أحكام ديوان المظالم، عندنا أحكام المحاكم التجارية، فعندنا أكثر من محكمة وأكثر من قضاء، وكل قضاء له طبيعته. هناك في قواسم مشتركة، نعم صحيح، ولكن هناك في بعض المتطلبات الشكلية تختص بها محاكم وقضاء دون قضاء. جميل. طيب هذا التمهيد الجميل. إيه نعم. بناخذ فقرة إذا تسمح لي بس نوقف فاصل ونرجع نفصل فيها. بعد الفاصل مكملين معكم مع الأستاذ عبد الكريم الشمري. حياكم الله مجددا في هلا. الحديث ما زال مستمرا مع الأستاذ عبد الكريم الشمري عن ثقافة الاعتراض القانونية في الأنظمة والتشريعات القانونية. رحب فيك مجددا أستاذ عبد الكريم. قلنا أولا أنه ليست كل الأحكام وفي استثناءات، إيش اللي يجوز فيها الاعتراض واللي ما يجوز فيها الاعتراض؟ نعم، أبرز استثناء الأحكام التي تقل عن مطالبة عن 50,000 تقل عنها. أي نعم، عن مطالبة 50,000 تعتبر من الدعاوى اليسيرة فلا يحق الاعتراض عليها. وحتى هذا الاستثناء هناك استثناء. تستطيع أنك تعترض في قضية أقل من 50,000 في حال إذا حكم بعدم الاختصاص تقدر تعترض. في حال مثلا حكم بعدم قبول الدعوة، وقف الدعوة إلى آخره، في أمور حلو تستطيع أنك تعترض عليها. الاعتراض إيش آليته؟ إيش طريقته؟ الاعتراض طبعا في أمور شكلية لابد أنه أيوة تتوفر فيها. أبرز القواسم المشتركة ما بين القضاءات أو ما يسمى القضاء العام والقضاء التجاري والقضاء اللي هو ديوان المظالم، أنه يبين أسباب الاعتراض. هذه متفقين عليها جميع التنظيمات التشريعية والأنظمة عندنا والمعمول فيها لدينا، أسباب الاعتراض. أنت ليه معترض؟ لازم تبين أسبابك. إذا يعني بمعنى أنه لو قدمت اعتراض تقول أنا معترض على الحكم، طيب بس ما ينفع لأنه ما راح يقبل. لازم تبين أسبابك، أنت معترض على ماذا؟ وش بالضبط أسباب الاعتراض؟ طلبات المعترض وش تريد؟ أنت بيّنت الأسباب الاعتراض، أنت وش تبغى تريد؟ إذا بيّنت الأسباب من دون الطلبات كذا قد لا يقبل، لأنه من ضمن الطلبات من ضمن الـ 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 الأمور الشكلية أنك تبين الأسباب مع الطلبات. تريد النقض، تريد الحكم مثلا بمبلغ زيادة على المبلغ الذي حكم لك فيه، ماذا تريد؟ طلبات المعترض. أيضا هناك بعض الأشياء التي جاءت بها وهو يعني مستند أو أمر مهم جدا. إيه؟ اللي هو إضافة مستند الممثل، ممثل المعترض. أي بحكم أنه الآن يعني قصر الترافع على المحامين أو الأقارب للدرجة الرابعة الوكلاء، الآن ما عاد في توكيل عن الغير إلا بتذكر المستند في الاعتراض، وهذا أمر شكلي وخصوصا في القضاء العام أو في القضاء التجاري مثلا، والاعتراض لا يكون للمحامي. جميل. طيب اليوم أنت الاعتراض هذا أنت معترض على حكم المحكمة. نعم. تقدم لمين؟ الاستئناف اللي هو إيش الدرجة الأولى. أيوة. وبعدين استئناف وبعدين العليا، تروح لمحكمة الاستئناف وتقول لهم أنا معترض على. نعم. هذا الحكم وهذه أسبابي وهذه طلباتي. حلو. إيش الخطوة اللي بعدها تصير؟ الخطوة اللي بعدها إما أنك تكون من القضايا التي تنظر تدقيقا أو مرافعة. أنت أحيانا قد يكون دورك مكتفي فقط بالرفع الاعتراض، ما تحضر الجلسة لأن تنظر دعواك تنظر من القضايا التي تنظر تدقيقا. طيب. وليست مرافعة. فمجرد ما تقدم اعتراضك مين اللي يقدر إذا كان تدقيق ولا مرافعة؟ نوع القضية ولا الاستئناف ولا مين؟ النظام نص على أنه وهذه نقطة يعني بعض القانونيين يجهلها. أيه؟ أنه القضاء السعودي مر بمراحل، لم يكن القضاء الأصل فيها المرافعة بل الأصل فيها التدقيق سابقا. أيام محاكم التمييز اسمها تمييز، تميز الأحكام، فما في مرافعة، تقدم اعتراضك وهم بالنهاية ينظروا لها تدقيقا، وهذا الأصل. فالقضاء العام أسس على هذه الفكرة
الفكرة أنه الأصل أنه تنظر تدقيقا وجواز المرافعة، إلا هناك استثناءات قضايا وجوب الترافع فيها. فأنت بعد ما تقدم اعتراضك تجي عند الاستئناف، إذا كانت من القضايا التي واجبة الترافع فيها وهي منصوص عليها القضاء. أعطنا مثال يعني. مثلا في القضاء الحقوقي فوق 10 مليون، فوق 10 مليون هذا وجوبي لابد يصير فيها ما تنظر تدقيقا. منازعات التنفيذ فوق 100 مليون، لو جت منازعة التنفيذ قدمت منازعة التنفيذ ب50 مليون ما تنظر مرافعة، تنظر طيب تدقيقا. سواء كان تدقيق أو مرافعة، لما يصدر عنها شيء يعتبر خلاص نهائي ولازم ولا يقبل اعتراض مجدد. الآن إلى مرحلة النقض. أيوة. اللي هو الاعتراض بطريق النقض. إيه. قبل قليل اللي هو الاعتراض أمام المحاكم الاستئناف. الآن لا، النقض. النقض معروفة هي اللي هو الشروط الشكلية للنقض 4، ولكن اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية نصت على مادة جديدة أو بند جديد بأذكرها إجمالا. أول بند أو أول متطلب للاعتراض بطريق النقض اللي هو إذا كان تضمن الحكم مخالفة الشريعة والنظام. رقم 2 أن يكون الدائرة لم تشكل تشكيلا صحيحا، يعني مثلا ثلاثية شكلت فردية والعكس. رقم 3 أنه عدم اختصاص النوعي، نظرت قضية عمالية والمفترض تجارية. الرابعا أن يكون الخطأ في تكييف الواقعة. هذه كانت من الأشياء المتعارف عليها أنك يحق لك الاعتراض بطريق النقض أمام العليا على الأحكام هذه. فالأصل في النقض لا مسموح أغلب القضايا. إيش اللي أضيفت؟ أضيفت المادة مخالفة مبدأ من مبادئ المحكمة العليا. حلو. طيب اليوم إذا 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 هذا كله موجود تروح أنت ترفع نقض لمين؟ للمحكمة العليا. للمحكمة العليا. نعم المحكمة العليا. طيب إيش يترتب على المحكمة العليا؟ هذا اللي بنعرفه بعد الفاصل إذا تسمح لي. فاصل ومكملين معكم. حياكم الله مجددا في أهلا، ضيفي المحامي الأستاذ عبد الكريم الشمري، والحديث عن ثقافة الاعتراض القانونية وانضمتها. رحب فيك مجددا أستاذ عبد الكريم. وصلنا إلى فكرة النقض وأنك تقدم إلى المحكمة العليا، صح؟ نعم. طيب قدم للمحكمة العليا، إيش الخطوة اللي بعدها؟ المحكمة العليا طبعا في الغالب والأصل أنها ما تكون فيها مرافعة، فإما أنه تحكم بتأييد الحكم أو تحكم بعدم قبول الاعتراض، وهنا دائما المحك والإشكالية. بس لحظة إذا تسمح لي، تحكم بتأييد الحكم اللي صدر أولا، اللي صدر من الاستئناف لأنك أنت بتعترض. طيب. أي لأنه خلاص انتهينا من الدرجة الأولى. أي أو الآن صدر تأييد من استئناف أو حكم مغاير عن محكمة الدرجة الأولى سواء جزئي أو كلي عن محكمة الدرجة، فأنت بتعترض على الاستئناف دايركت. فإما تأييد وإما عدم قبول الاعتراض أمام النقض، وهنا الإشكالية. أبرز، وأنا يقول لي أحد المستشارين يقول أبرز الأخطاء التي ترتكب في الاعتراض أمام النقض أنها لا يتم توفير الاعتراض بالطريقة الصحيحة، فلذلك العليا ما عندها خيار إلا أنها ترفض الاعتراض. إذا رفض الاعتراض عدم قبول شكلي، يحق لك تعدل فيه شكليا وتقدمه ولا خلاص؟ خلاص كأنه انتهت مدة الاعتراض، ما قدمت اعتراض. وهنا الإشكالية. فلذلك جاءت الآن اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القضائية كأشبه يعني إسعاف لحقوق سابقا كانت بسبب الأخطاء تضيع. وضحت وش الأشياء الشكلية لابد الاعتراض عليها يتوفرها، ووضحتها بالتفصيل الممل. أنت الآن إذا مثلا قلت أنه هذا الحكم مخالف الشرع والنظام، طيب أحيانا يذكر المادة يقول مخالف المادة كذا، طيب وش مخالف إيش؟ أنت قلت أنه مخالف المادة كذا في نظام مثلا المرافعات الشرعية ونظام الإثبات أو الأدلة الجرائية، خالف المادة كذا. طيب خالفة في إيش؟ ما أشوف مخالفة أنا، وضح لي. وضح لي. نعم. فلا بد انه يتكون الاعتراض، يقول لك تحديد اسباب الاعتراض على الحكم وموضعها منه وبيان وجه المخالفه واثرها فيه،
وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف، هل أنت قدمتها في الاستئناف الأسباب هذه ولا ما قدمتها؟ هل ألتفت لها ولا ما لم ألتفت لها؟ هذه كلها تفرق في شكل الاعتراض. نعم، شكل الاعتراض عشان يقبل شكلا أمام العليا، وبعدها المحكمة العليا أو تنقض الحكم العليا خلاص، وهذه آخر مراحل التقاضي. نعم، آخر مرحلة التقاضي. طيب اليوم اللي خلني أقول لو في أحد يسمعنا من طلاب أو طالبات القانون، الناس اللي سنة أولى سنة ثانية قانون، تمام، من وين يأخذوا كل هذه الثقافة، من وين يتعلموها، كيف يمارسوها، كيف يجربوها علشان بس يستفيدون منها؟ طيب أولا، مصادر التشريع عندنا والتنظيمات موجودة، وهي بالحقيقة بعضها منثورة. يعني الآن الملف اللي أمامي الآن جمع من أكثر من لائحة ونظام المواد ونظمها لك بملف واحد. هناك أوراق عمل، هناك بحوث، هناك رسائل ماجستير ودكتوراه موجود فيها هذه المتفرقات. فطالب القانون أو الباحث القانوني أو المستشار الشرعي أو القضائي لابد يكون عنده اطلاع على الساحة القانونية والساحة القضائية وما يصدر منها من أبحاث وأوراق عمل. فأنا المادة اللي جمعتها لكم الآن ويعني ألميت بتفاصيلها عن طريق مادة واحدة ما تتجاوز 15 صفحة. وين موجودة أو وين منشورة؟ منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هل في مواد من وزارة العدل مثلا ولا من الجهات؟ هو استنادا على الأنظمة لتصدم وزارة العدل، يعني مثلا الأنظمة المعروفة، نظام المراجعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية، نظام الإثبات، نظام المحاكم التجارية، نظام ديوان المظالم، المرافعات أمام ديوان المظالم بديوان المظالم، عندك اللائحة التنفيذية اللي استندت عليها كثيرا، اللائحة التنفيذية طرق الاعتراض على الأحكام القضائية توها صادرة مؤخرا، نظام المرافعات الشرعية طبعا هي ناسخة لباب الاعتراض على الأحكام. طيب أستاذ عبد الكريم، يعني أخيرا هو سؤال عام يعني لهذه القضية ولغيرها، إيش اللي ممكن يطور من مهارات المحامي أكثر، التجربة والممارسة ولا القراءة الفاحصة للأحكام؟ طبعا هو كطرفي يعني كطرفي الطائر، كجناح الطائر، العلم والممارسة. ممارسة من دون علم أنت يعني عندك علم بسيط جدا وأحيانا قد تخطئ. العلم من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فلا بد أيضا أن يكون عندك علم، وأيضا ممارسة عملية فيها أحيانا تطبيقات، أحيانا جرى عليه العمل، أحيانا فهم القاضي كونه هو الأصل في هذه المواد وتطبيقها يختلف عن فهمك العام لهذه المادة وهذه التنظيمات. واضح جدا. أستاذ عبد الكريم شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في حلقة. شكرا للأستاذ عبد الكريم الشمري على هذه الإضاءات القانونية المهمة. الشكر الأكبر لكل من تابع هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.